أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان السبت 3 يوليو تموز 2021. توقع أن تشعر بطفرة قوية في الإبداع اليوم. يمكنك البدء في تنفيذ هذه الرغبة الإبداعية في مجالات لم تفكر فيها من قبل. مكان العمل مكان رائع لاستخدام إلهامك لإضافة الإثارة والتغيير. تذكر هذا المشروع الذي كنت تتجنبه. لن يكون هناك يوم أفضل لبدء ذلك. يؤثر اتصالك الفكري والعاطفي بعملك على طريقة تعاملك مع الآخرين، لكن لا تحافظ على أنفك قريبة جدا من حجر الشحذ. تجول بعيدا عن المسار لفترة من الوقت. الناس الجدد والأشياء والأحداث مفضلة لديك اليوم. توقعات برج الميزان العلامة الأولى مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. اليوم لا تبدو قادرا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة مع شريك حياتك وأيضا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط. توقعات برج الميزان العلامة الثانية مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيا إلى أن يصبح مهاما يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط. حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم، انتظر قليلا لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أي أعراض جسدية قد تحس بها، ابحث عن سبب ذلك. توقعات برج الميزان العلامة الثالثة مواليد 13-14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. في بعض الأحيان يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعا وانظر إلى هذه الانتكاسات على أنها فرصة للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبا في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضا في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من الهدوء والسلام.